معنا باش نطوروا هذا الشيء. حنا كاعضاء جمعيه النورس جمعيه النورس ديال غدس نظمنا اليوم واحد لقاء مع الاخوان ديال سكان مدينه زايو، يعني كنقطه اولى غادي نعرفوا الطريقه ديال الغدس، يعني الطريقه باش كنغطسوا الطريقه ديال الغدس، عندنا الاهداف ديال الجمعيه، اهداف الجمعيه واكراهات. هذه الكلمه كامله غادي نخليوها للسي الرئيس خالد البدوي، هو اللي غادي يعطينا تفسير النقاط كامله، وشكرا. كنشكروا جميعا اللي سهروا على هذه المنشاه الرياضيه، يعني حتى خرجت الوجود وغادي تستقطب واحد الفئه كبيره بطبيعه الحال، مازال كونها ما تعرفاتش بشكل لازم، ومع ذلك فهي كتستوعب، يعني كما قلت كتستوعب واحد الفئه عريضه، لكن حنا نتمناو ان شاء الله بحول الله ان يكون عندنا يد، يكون عندنا واحد الذين قاد البناء ديال الانسان اللي كنتمناو هنايا في زايو، الانسان الرياضي المهووس بالغطس بالسباحه، واللي كيحاول يبعد ما امكن على يعني كل ما ننشا لانه يمس الشخصيه نتاعنا نتاعنا حنايا ونتاع ولادنا، هذا هو اللي كاين. بالنسبه للاكراهات كنا بعاد، يعني الموقع الجغرافي ديال المدينه ديال زايو بعاد عن البحر، ما عندناش اكراهات مباشره، ولكن هذا ما يعنيش اننا ما كنعانيوش، لان مؤخرا تم المنع ديال جميع مزاولي الصيد في القصبه، مزاولي الرياضات المائيه والغطس بوجه خاص من انهم يمارسوا الهوايه ديالهم في شاطئ دايزيرت، لا لسبب، كون ان بعض الحراقه مثلما يشاع كيخرجوا من تما، او ان احتماليه يعني التهريب كاينه من تما، فاحنا ما يمكنش غادي نحرموا العنب لان واحد كيصوب به الصرا، شويه ديال المنطق يستدعي انه ان الكره راها في يد السلطه، هي اللي تعالج المشكل ديالها بالشكل اللائق، خصوصا وحنا كجمعيه حنايا اوريدي، يعني حنايا الوضعيه ديالنا صحيحه وسليمه مع المصالح الماليه، مع شركه التامين، مع يعني عندنا رخصه ساريه المفعول، ومع ذلك نحن نمنع من الممارسه. في الحقيقه يعني في دوله ما عرفتش دوله فيها المؤسسه تختار مروحه، المفروض انه يكون انسجام ما بيناتهم، يكون ما يمكنش حنا نكونوا ضحايا نتاع الاخطاء نتاع الاخرين. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. امين مختاري عضو جمعيه النورس. كنشكر بدايه المواقع الالكترونيه اللي غطات علينا وجات شرفت على هذه التغطيه الاعلاميه. حاليا واحد المكان تواجدوا بالمسبح بالنسبه لنا اللي متواجد بجامعه زايو. هذا النشاط اللي بدات فيه الجمعيه، يعني النشاط الاول السنه ديال 2024، كما هو كاين مجموعه ديال الاهداف اللي كنشتغلوا عليها، من بينها التنقيه ديال الشواطئ، عندنا واحد العلاقه بالجانب البيئي، كاين اهداف ديال الغوص، كاين ديال السمار الاخوان اللي كيمارسوا الرياضه ديال القصبه، الصيد بالقصبه، وكاين مجموعه ديال الفورم داخل الجمعيه. غير بالنسبه للنشاط ديالنا اليوم، هو كاين كيما كنقولوا العمل كيرجع ديال يشوف الطاقه ديالو في المسبح كي دايره، والمهم بالنسبه للاشتغال ديالنا مجموعه ديال الشباب، وفي اطار يعني استقبال اكبر عدد ديال الممارسين او المنخرطين اللي كيمشيو معنا في الجمعيه، اذا كمهتمين بالجانب ديال الفئات الصغرى، لان هما المستقبل، هما الحياه ديال هذا الاستمرار ديال هذا الرياضه. ايضا كان يعني مناشده
الجهات المسؤوله انها تهتم شويه بهذه الجمعيه اللي عندنا جمعيه قليله هنا في الجزائر، ربما كاينه وحده او زوج اللي مشتغلين في هذا المجال. كاين عراقيل دائما كانت عضوها، لكن بين الاهداف ديال الجمعيه المنصه اللي كنركزوا عليها هي الملكيه ديال هذه الشواطئ ديال يعني هاد البحيرات اللي كاينين في لاكوم بين هاد النهر ديال الدويه، وكنتمنى ان شاء الله تكون واحد الصدى يعني اللي غادي يخدم في المصلحه ديال الجمعيه وفي المصلحه ديال السكينه ان شاء الله.